السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب يديكم الصحة والعافية كل سنة وانتم بألف خير. عاشر أيام شهر رمضان المبارك، بنقول كل سنة وانتم طيبين وإن شاء الله دائما تأمين المؤمنين، أيامكم أفراح مبسوطين، أيامكم حلوة، كلكم متلمين في بيوتكم بعيدا عن الكورونا، عن المشاكل. الأعداد متزايدة كل يوم، الناس بدأت تقول لي أجل واقفين الشاء من كلامك، الشاء زي ما عاوزين، لكن الحقيقة تبقى انه الناس مفروض تقعد في بيوتها، وكل يوم حنحذر اقعدوا في بيوتكم، ابعدوا من الاختلاط، الكورونا لا ترحم لا تفرق لا عند اي زول، ما عنده ده كبير ولا ده صغير، ده عيان ده ما عيان، بتجي للزول الما ملتزم بارشادات وزاره الصحه. اذا نحن معاكم متواصلين عبر مسابقتكم صفرجت. خلونا نبدا مباشره قبل ما نستقبل اي زول، بنذكر كل يوم بنقول على الشاشه قاعد نلعب صفرجت. صفرجت بتكون موجوده بهذا الشكل، بتلعب مع الكمبيوتر فرصتين، اما انك انت تفوز عليه او يديك فرصه ثانيه بعد ما يفوز عليك. نقول فزت طوال، حتخش على شختك بختك 20 سؤال، الاسئله اما فخ ان شاء الله ربنا يبعدكم منه، او صوت، او جائزه ربنا يديكم ليها، او سؤال منوع، او صوره. بعد ذاك ناس السوشيال ميديا، الناس المتابعيننا عندنا 10 في 10 حيلعبوا نفرين، ولد وبيت، بيت وبيت، ولد وولد، ايا كان حسب اختيارات الكمبيوتر، شوطه هنا شوطه هناك، ضربه هنا ضربه هناك، الحيفوز حياخذ مباشره 10000 جنيه مقدمه من كوفتي الراعي الرسمي لهذه المسابقه والفقره بتاعت 10 في 10 بالتحديد. اذن متواصلين معاكم في انتظار، تلفوناتكم تواصلكم خلينا، نحن متواصلين وقادمين وجايين في انتظار الناس اللي حيجونا بعد شوية. إذا متواصلين معاكم السادة المشاهدين المتابعين المراقبين، أول تلفوناتنا حيكون من وين؟ نحن منتظرينكم. القضارف، وعد مأمون من القضارف، قضارف الخير، وعد مرحب بك. كيف تمام؟ إزيك يا وعد؟ كيف تمام؟ الله يسلمك، الله يبارك فيك يا وعد. نعم ان شاء الله انت كويسه يا اخ، صوتك بعيد شويه يا وعد. اه كده قريب، كده قريب، كده تمام، كده ايامنا كلها حلوه. وعد يا تحيف القضارب، الجمهوريه شمال، الجمهوريه ما في كلام، ناس الجمهوريه دي الاحلى ناس. طيب قاعد في القضارب شارع المليون فيه ناس ولا ما فيه؟ فاضي ان شاء الله، بعد الامور تبقى تمام والكورونا تمشي مننا وبلدنا تكون ما فيها اي تفاصيل بعد كورونا، ترجعوا لشارع المليون وتتسوقوا زي ما انتم عاوزين. متواصلين يا وعد، بنقول انه هل وعد لعبه صفرجت قبل كده ولا لا؟ لعبتها في التراب ولا لا؟ لعبتها. تعال نلعب في الشاشه، رايك شنو يا وعد؟ طيب طيب قبل ما نلعب في الشاشه، وعد يا انت في تجري ولا شغاله ولا قاعد عندها الكساي قبل الحظ؟ شغاله بقرة. شغاله اي بقرة. شغاله وبقرة الاثنين. ممتحنه الشهاده السودانيه، ممتحنه الشهاده السودانيه بالتوفيق، قول امين يا رب. امين ان شاء الله يزعوك من العشر الاوائل، قول يا رب. امين يا رب. يلا وعد انت نايمه، صحصحي معانا شويه. وعد جنبك كم نفر؟ معاك كتار. خلاص قول لهم زحوا مني وخلونا اتكلم كويس، تمام؟ زحوا بعيد كده ولا بجيكم بغادي. اتفقنا يا وعد، انا صحصح شويه، ها المود واقع حبه، نرفع المود حبه يا وعد. يلا راح، يلا يلا بسم الله نبدا. صفرجت على الشاشه يا وعد. نعم. طيب اختار رقمك من واحد لحد تسعة يا وعد. خمسة بداية موفقة. وعدي خمسة، الكمبيوتر كم؟ الكمبيوتر واحد. وعدي كم؟ ثلاثة. مبروك يا وعد، ماشي كويس. كمبيوتر كم يا قفل وعد؟ يا ده فرصة، يلا كمبيوتر وعد، كمبيوتر وعد، قفل وعد، اختار لنا سبعة. وعدي كم؟ افتح سكة. أربعة. كم؟ أربعة. الله عليك يا وعد، قفلت الكمبيوتر، تمام، ده شغل بتاع ناس لعابين. ها كمبيوتر كم؟ كمبيوتر اداك فرصة يا وعد، سرعة سرعة سرعة. ستة. الله عليك يا حبيبة والديك، هدف جميل، يا سلام يا وعد، مباشرة إلى شختك بختك. وعد سكت الناس جنبك، ركزي في الشاشة، خدت جنبك الكافتيريا والكوباية والكافتيريا، ده أقول لك الكافتيريا، قلت لها الكافتيريا في النهاية كلها كافتيريا، وكافتيريا بيطلع لنا كوف أن تي. طيب وعد يا وعد. نعم. انت وين يا وعد؟ ما سمع، انت وطيتي الصوت ولا ما وطيتي؟ قاعده. طيب ما تصحى وعدي معانا يا اخ. صاحيه. طيب وطينا الشاشه للنهايه. اي طيب وعد، عندك الشاشه قدامك، احتراري من واحد لحد 20. واحد واحد. الله، واحد سؤال
السؤال يا وعدي حيجيك على الشاشة وركزي معاي إن شاء الله يكون سؤال سهل. قول آمين. آمين يا رب العالمين. السؤال بيقول، طيب السؤال بيقول كم عدد سور القرآن الكريم المسمات بأسماء حيوانات؟ كم عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سور ما معروف أسماء الحيوانات اللي سمى بها ربنا سبحانه وتعالى سور القرآن الكريم، يعني زي النحل وزي النمل، دي سور. وعد. نعم. أها. كم شنو؟ كم شنو؟ هنعد لك بعد يا وعد. 8 سور. 8 سور، الله عليك. إجابة للأسف غلط يا وعد. هي 5 سور يا وعد. 5 سور، البقرة والنحل والنمل العنكبوت والفيل. البقرة، النحل، النمل، العنكبوت، الفيل. تمام، معلش يا وعد، آسفين ناس القضارف ما محظوظين معانا، معلش. طيب نشوف تلفون تاني، متواصلين جدد. طيب متواصلين، حنمشي من القضارف إلى ابتسم أنت في ود مدني، مدينة الجمال والابتسامة، حاضرة ولاية الجزيرة. مدني معانا منو؟ مصطفى عبد الله من مدني. مصطفى، أهلا. مرحبا. مرحبا بك يا مصطفى، ازيك يا أخي؟ الله الحمد لله، الأمور كلها تمام. مصطفى نايم يا أخ. مصطفى صحصح معانا شوية. واحد صحيح. طيب مصطفى، في هاتو حي من مدني؟ الحي السوداني. الحي شنو؟ الحي السوداني. الحي السوداني، يا سلام، ده حي جميل. طيب يلا يا مصطفى. ايوه. طيب انت قاعد في البيت صح؟ نعم. طيب ناس مدني مشكورين جدا في تعاملهم في الاسواق، قالوا ما في ناس كتار، كلام ده صح ولا اشاعات؟ والله يجيك في نفوس. قلت شنو؟ يعني نص برا في السوق ونص جوا السوق، صح؟ ايوه تمام. ان شاء الله كلكم تقعدوا في البيوت وتبعدوا من الاسواق فتره بسيطه، ونرجع كلنا للاسواق وللتعاملات والكافتريات والونس والضحك، الجبنات، اللمات، القعدات، الحتات السمحه الجميله. طيب يا مصطفى، مركز معانا ان شاء الله. قبل الحظر يا مصطفى، كنت شغال ولا بتقرا ولا قاعد عند اهلك من زمان؟ لا عاطل. عاطل عاطل وعاطل وعاطل وعاطل. مصطفى عاطل. ان شاء الله يا مصطفى الليله تلقى معانا قروش كثيره تفتح بها مشروع بعد ما ينتهي الحظر. قول امين. ايوه. طيب يا مصطفى، لعبت صفرجه قبل كده؟ لا ما حصل. ما حصل بها عصالتك دي، ما لعبتها بسوي في شنو انت؟ ما تلعب صفرجه قد ما في موضوع. طيب مصطفى، نلعب صفرجه على الشاشه، رايك شنو؟ جداً. يلا قول بسم الله يا مصطفى ونلعب على الشاشة مباشرة. طيب مصطفى، من 1 لحد 9 اختار رقمك. مصطفى. ايوه معك. وطي صوت التلفزيون يا مصطفى عشان تركز معانا. حاضر. حضر لك الخير يا جناي. اراها مصطفى. 5. 5. بداية موفقة. 5 5 5. يلا كمبيوتر اختار 9 بكل سرعة. مصطفى اختار كم؟ سريع. 7. 3 مصطفى 3. الكمبيوتر كم؟ ان شاء الله يديك فرصه يا رب، يا رب يديك فرصه، يا رب يديك فرصه. كمبيوتر حيكفي لك ولا يديك فرصه؟ حنشوف 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 حنشوف. اداك فرصه يا مصطفى، اداك فرصه. سريع يا مصطفى. مصطفى 7 في المرمقون. يا سلام يا مصطفى، رغم انك تاخرت لكن دخلت معانا مباشره على شختك بختك على الشاشه. مصطفى تعال نتفق يا مصطفى اتفاق معاي. طيب الاتفاق بيقول مصطفى وجلواك حيلعبوا والناس كلهم بيحضروا فيهم، دارين اللقاء يكون سريع، الصوت يكون عالي، السرعه مطلوبه. نتفق على الكلام ده ولا ما متفقين؟ اتفقنا. إذا اتفقنا أنا ومصطفى نلعب على الشاشة شختك بختك، اختار سؤالك أو رقمك. اختار 5. 5 5 5 صورة. بقى حتتكشف يا مصطفى إذا أنت فاتح التلفزيون ولا بتتكلم ساي. تمام. نشوف الصورة. نشوف الصورة يا مصطفى، إن شاء الله تكون صورة معروفة وصورة سهلة وصورة تقدر تتوفق فيها وتقدم. نحن في انتظار الصورة. طيب
من هو صاحب هذه الصورة؟ هي صورة لرجل معروف وهو يعتبر من شهداء الثورة قبل اعتصام القيادة العامة، وتم الاستشهاد حتى قبل السقوط. هتختفي الصورة يا مصطفى، يلا ده منو يا مصطفى؟ هزاع تقريبا. هزاع معلش يا مصطفى، معلش يا مصطفى. طيب نحن بنقول لأسرة الشهيد هزاع كل سنة وانتم طيبين وإن شاء الله حقوقكم ترجع. هزاع تم الاستشهاد في ثورة 2013 سبتمبر شهر 9، ومحجوب هو تم استشهاده في 2018 ثورتنا بتاعة ديسمبر. بنقول لأسرة محمود كل محجوب كل سنة وانتم بألف خير وربنا يديكم الصحة والعافية. امحانا لكم وحق لكم أن تفخروا بهذا الشهيد الذي استشهد وهو يدافع عن زميلاته وزملائه في كلية الرازي، هذا الطالب الذي وقف وقفة بتاعة رجولة. كلنا نتمنى أن نكون في موقع هذا الرجل الذي منحنا أن نقدم الآن مسابقة ونبتسم. شكرا وشكرا في أو كلية الوطنية تحديدا طبعا، وبرضو بنحيي الرازي وبنحيي الوطنية وكل الكليات اللي قم وقفت معانا. شكرا الناس اللي شاركوا، شكرا بشار اللي خدت لنا علم السودان على الشاشة بدل الريد وبدل الجرين. طيب نعود من جديد إلى مدينة الجمال العاصمة الوطنية أم درمان. منو؟ منى. عليكم منى. السلام عليكم ورحمة. عليكم السلام يا منى، صوتك بعيد، علي الصوت يا منى. منى الطيب إن شاء الله. منى الطيب إن شاء الله. منى بنت الطيب. عليكم السلام والرحمة. إن شاء الله أنت كويسة يا منى. الناس اللي نايمين مالكونا يا جماعة، رمضان خش على العظم. الحمد لله بسمعك، أنا بسمعك. أنت سامعاني كويس؟ نعم. صحيتي ولا لسه؟ حاسين. صاحين؟ حاسين. نعم. حاسين يا بشيرة. يلا يا منى، قاعدة عند أهلك ولا كنت شغالة قبل الحظر؟ لا في البيت ربات منزل. في البيت ربات منزل. تحية لكل ربات المنازل اللي هم قاعدين اليومين دي يتحملوا في ناس كتار، شفع ومدارس وطلاب ورجال وعطالة قاعدين في البيوت، ربات المنازل هم النجوم اليومين دي. تمام. تعبنك يا منى ولا ما تعبنك؟ سامعة يا اختي ابتسامة، لكن ما جايبة خبر. قلت لك تعبنك ولا لا؟ والله الحمد لله. ان شاء الله دايما حامد ربنا. منى تعال نلعب على الشاشة صفرة، قلت رايك شنو؟ ان شاء الله. ان شاء الله. يلا يا منى. منى مؤمنه ايمان ما شاء الله تبارك الله. يلا يا مؤمنه ارحكاكي. عندنا من واحد لحد 9، اختاري رقمك. خمسة. بدايه طيب من ام درمان. 5. السيد الكمبيوتر طوالي 6. منى كم؟ 9 منى اختارت 9. الكمبيوتر حيختار سريع معانا كم؟ يلا كمبيوتر حيختار معانا كم؟ كمبيوتر اداك فرصة يا منى، سريع اداك فرصة. واحد. يا سلام منى، مباشرة الى شختك بختك. منى جاهزة؟ ان شاء الله. ان شاء الله نحن جاهزين. ان شاء الله تبارك الله سبحان الله لا حول ولا قوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون. منى نبدأ. منى اختاري رقمك. 7 ان شاء الله. 7 ان شاء الله تبارك الله. الليلة منى حتقوي ايماننا ان شاء الله. منى علمت الحرب علينا ولا شنو؟ 7. الله لا حول ولا قوة إلا بالله يا منى، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والدوام لله والبركة فينا وفيكم في فخك الآن. فخ يا منى بدون أي حاجة. إن شاء الله ربنا يوفقك، طالما أنت بتذكري ربنا كثير إن شاء الله ربنا حيديك هدية أحسن من جوائزنا. ربنا يديك الصحة والعافية. منى من أم درمان ومصطفى من واد مدني، وكانت معانا الزولة من القضاري، فأنا نسيت اسمها لكن زولة مميزة كان تذكرتوها لي يا جماعة عشان ما تزعل. مروة وعد ما في زول شال قروش يا جماعة؟ ما في صح؟ ولا قريش؟ الليلة بنتقسمين يا غسان، نتقسمين. أرى أم بدة أول مرة ناس أم بدة الحلوين الظريفين. أم بدة منو؟ الشاذلي. الأشهر متاعة السعيدة. أه؟
أشهد الأخير مساء السعيد. والله الصوت بعيد يا جماعة، صوت بعيد شديد. الأخير مساء السعيد. أسهري الشاذلي أسهري مساعة سعيد. أيوة ما شاء الله، أنت بطاقتك مارقة مارقة. أزول أبشر أبشر. تب الشاذلي هتنبدى في مبداتنا؟ مبدى الحارة العشرين. الحارة العشرين دي جم وين؟ أقرب معلم ليها؟ العاشرة. العاشرة شارع الجميع. أيوة بس في كلبة والدة كانت هناك، مشت ولا قاعدة؟ قاعدة ليها؟ قاعدة بس على كلام حجوز لي، حجوز لي الجريوة جنب المزيرة تحديدا. تمام تمام. الشاذلي راجل ظريف. أيوة. راجل حبوب، راجل جميل، وان شاء الله ربنا يوفقك معانا. قول امين. اللهم امين. الله طيب في مبدا في دكاكين فاتحه ولا مقفلين بعد الساعه واحدة؟ الله بشغالين ومبارك. شغالين شغل جد. اللقاشه كيف شغال؟ اي شيء شغال الحمد لله. ما في كلام، اموركم واضحه ولا شغالين بالكورونا ولا عندكم بها علاقه؟ لا لا الحمد لله. ان شاء الله ما تجيكم، لكن يا ريت تلتزموا بارشادات وزاره الصحه. طيب ان شاء الله ان شاء الله. متواصلين يا الشاذلي؟ معاك نلعب صبرك على الشاشه، رايك شنو؟ جدا ما عندك اي مشكله. يلا بسم الله. الشاشه قدامك يا الشاذلي، اختار رقمك. خمسه. خمسه وخمسه. خمسه ممتاز يا الشاذلي، خمسه ممتاز. نشوف البعده. البعده كمبيوتر تسعه. الشاذلي كم؟ وسبعه. سبعه 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 سبعه. الله عليك يا الشاذلي، زول لعاب ما في كلام. ناس بده يخلع عابين اصلا. اصلا مبدا بيطلع النجوم. الكمبيوتر قفلك، اختار لنا الكمبيوتر ثلاثة. الشاذلي انت كم؟ انا اثنين. اثنين 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 اثنين. والله يلعب يا اخي. الله غايته الشاذلي، الكمبيوتر كان كشفك بصفرك فيك. الله صفرك. معليش يا الشاذلي، حنديك فرصة أخيرة. الشاذلي ركز ان شاء الله. تمام ان شاء الله. الكمبيوتر عمل لك صفرك، دارينك تركز المرة الجاية. يلا من الاول يا شاذلي راح ابدا. خمسه ثاني. خمسه ثاني، بدايه حلوه. خمسه تمام، ركز يا شاذلي، اخر فرصه اخر فرصه. ما في زول شال. كمبيوتر اختار تسعه. شاذلي كم؟ ثلاثه. الشاذلي ثلاثه. سيافي قفل الكمبيوتر. الكمبيوتر كم؟ ان شاء الله يديك فرصه يا رب. كمبيوتر اداك فرصه، لو قفلته بتفوز. شاذلي ايوه معاك. معاك انا ذاتي. كم الرقم؟ سبعه. يا سلام، سبعه يا الشاذلي. صفرج الطوالي معانا وحتخش الى شختك بختك. تعرف يا الشاذلي اقول لك كلام؟ ايوه الشاذلي، لو انت كسبت اي الف تعتبر الليله المتسابق الرابع اللي اول مره يكسب معانا، وما حصلت لنا قبل كده، يوم تاريخي في صفرج. طيب عندنا الارقام لحد 20 عدا الرقم واحد والرقم خمسة والرقم سبعة. 11. ايوه 11. لا شاذلي صوتك بعيد. شاذلي فوق. 11 مبدل 11. سؤال يا شاذلي، جهز. أيوة. نفسك ان شاء الله يكون سؤال سهل ويبقى اول 1000 جنيه عند الشاذلي. السؤال على الشاشة يا شاذلي، حيقول السؤال ويتكتب: في اي دولة سيتم تنظيم مونديال 2022؟ ساهل. قطر. الشاذلي الالف الاول 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 الاول. الله عليك يا الشاذلي، ما في كلام. اول 1000 جنيه في مبدل 11 ولا العشرين؟ انتو العشرين ومبدل العشرين. اول 1000 جنيه ماشي كويس. يلا واصل واصل الشاذلي. ثلاثة. سؤال يا الشاذلي تاني. السؤال يا الشاذلي تاني جايك جايك السؤال. قول يا رب يا رب. من هو أعظم الملائكة؟ منو؟ جبريل. منو؟ جبريل. الله عليك الله عليك. جبريل عليه السلام هو أعظم الملائكة وهو أمين الوحي. إذن 2000 جنيه قاعدة في العشرين في مبدا مع الشاذلي. نواصل الشاذلي، الحظ ماشي كويس، فخ ما في. يا رب هدية حبابك. الشاذلي كم؟ سبعة. ما اختاروها الشاذلي، والله سبعة دي كان ما اختاروا لي، لكان مركتها، لأن سبعة دي فخ. أها العشرين صوت. إذن الشاذلي حنسمع الصوت، بعد ما نسمع الصوت حتورينا الصوت ده صوت منه. تمام؟ القلم وقع. أها
نسمع الصوت عند المشاكلين، نسمع الصوت. الشاذلي، من صاحب هذا الصوت معروف؟ الشاذلي كان ما عرفته بقتلك. الله منو؟ الله يسهل، الله يسهل ان شاء الله. اها روما، ادينا احمر. معقوله يا الشاذلي؟ معقوله يا اخي؟ الاشهر ياخذ فنان الفنانين ذاته، ده اللي بيطرب الفنانين، ده الفنان الجميل الفنان المتميز خضر بشير يا اخي، فنان الجميل يا اخي وعنده مسرح باسمه. اذا تحيه لاسره الفنان خضر بشير، ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين، والتحديد الاستاذ الفنان نجلو محمد خضر بشير. خلونا نمشي لفاصل اول ونرجع تاني في صفرجه. إذن تحية واحترام، رجعنا من الفاصل الأول لمسابقتكم صفرجت، والناس بتشكي وبتقول في التلفونات يا أخوانا نحن الشاشة بتاعتنا مكسرة، حنقول لحد ما نتسبب الشاشات. يا أخوانا عندنا القمر بتاعنا عربسات بدر 4، تمام؟ اتغيرت الترددات القديمة في بدر 4 في نايلسات، لأن احنا ما موجودين في شنو؟ في بدر 4 الترددات للإس دي 125-23، في الـ HD 120-34، الترميز للاثنين 27500، كلام ده واضح. إذن نعود من جديد لمسابقتكم صفرجت، ونتستقبل زول من ودني، من ودني لا من ود مدني المتسابق من إخوان محمد، محمد بدر الدين. محمد حبابك، حبابك جلوك. إزيك يا أبو حميد؟ تمام والله. خبر شو انت؟ من وين في مدني يا أبو حميد؟ انا من مدني مايو، لكن ما شاء الله مدلغ انت الشهر ده يا جماعه. هذول متجدع زي الروب. لا ان شاء الله ربنا الله يقربك. طيب ناس مايو شايفني؟ ايوه شايفني يا حمد؟ شايفك 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 الصوت، لكن من التليفون. تمام، وشايفني بالشاشه؟ شايفك في الشاشه. طيب بصراحه يا حمد، بيني وبينك ما في زول سامع ناس لا مشاهدين لا غيره، القميص ده كعب ولا سمح؟ والله يا جماعه مطلع من الله. ما شاء الله. ها؟ ما شاء الله والله ما شاء الله. سامع حاجه زي واحد زي ابوك؟ انا عندي اثنين، واحد اكبر مني بجيبه لك، لانك انت بتكون حجم اكبر مني من صوتك ده. والله يخفح ب 20 كيلو. المسابقه انتهت، شيل القميص وامشي. اذا تحيه لابو حميد من ود مدني وناس مايو. نرجع مره ثانيه لتفاصيلنا الكثيره اللي بنتكلم عنها. ابو حميد عاطل شغال. ابو حميد معك بعد قميصك سامح ما اشتغلت بي. طيب عاطل ولا شغال ولا بتقرا؟ والله يا اخي نص 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 نص. اي خلاص يا زول ان شاء الله ربنا يوفق. طيب ابو حميد رايك شنو نلعب صفره جد على الهواء مباشره؟ كويس ان شاء الله نفوز. نقول بسم الله ونعاين للشاشه ونبدا. ابو حميد كم كم حمد نبدا؟ باربعه. اربعه، بدايه غريبه، بدايه غريبه، اول مره تلاقيني اربعه. اربعه غريبه ومريبه. الكمبيوتر كم؟ خمسه. كمبيوتر حاجز خمسة من زمان يا داب، لقى فيها فرصة. طيب نشوف. أها أبو حميد كمبيوتر ده خمسة، أنت كم؟ أنا بقول واحد. واحد الله، كلام عجيب، كلام واحد وأربعة يا زول. بعد إحنا منكم نتعلم يا معلم، لو قفلك يبقى لكم. الله فرصة، فرصة يا أبو حميد، فرصة. حمد سبعة معنا. سبعة، يا سلام. رغم التأخير الكبير من أبو حميد من ود مدني مايو، لكن دخل معانا طوالي إلى مسابقتنا. شختك بختك أبو حميد. ما تدخل يا أبو حميد، خلاص بعدين حيحسبوا لنا العدد عشان كده بتأخر عليك. زي الكمبيوتر ما تعلق. قلت شنو؟ زي الكمبيوتر لما نعلق ما بتأخر في الصوت. أنا ما أنا شايفه. قال لك في ديلي في الصوت، في ديلي. أوكي ديلي، أوكي الديلي بمعنى تأخير.
تمام ادونا لها في امريكا. تعرف انا لما مشيت امريكا كنت شغال شنو؟ المهم بوريك اقول لك شنو بالانجليزي لا لا عليك الله بالفرنسي ديني لا عشان درجه على المشاهدين عليك الله قول لي بالفرنسي اسمه شنو دياسيو ميرسي بوكو لا رميت بعيد كده الله عنده نص نص يا انت نص قد عرف وين يا صاحبي طيب ابو حميد من مايو اروح اختار رقمك سريع 15 خالد احمد المصطفى يا رب هديه يا رب هديه سؤال يا ابو حميد كويس رح نحن رايجين السؤال والديلي في الصوت ما فيه مشكله ابو حميد ركز معي ما هو عدد لاعبي كره السله داخل الملعب في الفريق الواحد يعني لاعبين كره السله كم نفر سريع ابو حميد كم 1 2 3 4 5 6 لا السؤال صعب شويه لكن شنو 7 8 يا ابو حميد 9 باقي 1 10 بشار معليش هم 5 لاعبين يا ابو حميد الليله الناس معليش نشوف ما مره ثانيه شكرا ابو حميد لانك شكرت قميصي ما قصرت لكن ما عندك اي حاجه ركز معي منو بربر وين الناس ايمان من بربر السلام ايمان ايوه ازيك يا ايمان اهلا يا اخي كيف يا الحمد لله الامور كيف يا تمام والله الحمد لله ان شاء الله تمام يا ان شاء الله تمام رايحين المسابقه يا ان شاء الله الله يبارك فيك يا الله يسلمك طيب ايمان من بربر ربت منزل ولا شغاله ولا بتجري والله ربت منزل يا سلام يا اخي ان شاء الله ربنا يوفقك يقول امين امين ان شاء الله تعبانه من شغل البيت ولا عادي مع الناس اللي قاعدين لك ديل والله الحمد لله نص 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 كلكم نص نص انتوا ليله مالكم انا لا بريفيو شنو طيب ايمان ايوه نعم الله عليك الناس جنبك سكتون وارخلينا الصوت لحد النهايه ونبدا اول سؤال هل ايمان لعبه صفرقت ولا لا الليلة كور علينا ايمان ايمان تاخير السواد ولا وادي امه ها أه؟ لعبنا زمان لما كنا صغار وسي كبرتوا عليها والله لو لقيناها شفنا نلعب لكن المشغوليات وكذا المشغوليات هاي والله والله كمان الظروف صعبه خلاص يا ايمان داخل صندوق ايمان ايمان ايوه معاك داخل صندوق ولا ما داخله والله داخله كيف ما داخله كم واحد مع اخواتك ولا مع اخواتي ومع اخواتك بياكلنك وياكلنك يا امه لقيتنك مسكينه شيلي الثانيه وزوغي وش كذي هاي ايمان يا اخي ان شاء الله دائما فرحانين ومبتسمين وربنا يبعدكم على الكورونا تعالي نلعب صفرة قد على الشاشه ان شاء الله يلا قولي بسم الله بسم الله بسم الله نبدا طوالي الرقم كم يا ايمان 5 يا سلام ايمان 5 كمبيوتر كم كمبيوتر 2 ايمان كم ايمان سريع يا ايمان 3 الكمبيوتر كم كمبيوتر ها سريع الكمبيوتر أسريع الكمبيوتر أرح كمبيوتر يا حليل آه سلام اختار واحد إيمان عندك فرصة سريع يا إيمان سرعة سبعة. إيمان كم 7 يا سلام إيمان من بربر ربت منزل هي داخلة صندوق مع أخواتها وناوية تأكل قريشات لكن فازت معانا بدخول مباشرة إلى شختك بختك مبروك إيمان ها إيمان النبصي جنبك ده كتار أخواتك معاك زنين إيمان أيوة والله أوي خلاص إيمان أيوة معاك يلا إيمان اختاري رقمك أنت ما شايف الشاشة إيمان يوم متأخر السواد الليل المسابقين يحلل الرقم 2 عليك الله ونقعد نرياك كينا من تختاري إيمان الرقم 2 يلا مع إيمان بنفس إيقاع طيب إيمان دي صورة حتثبت لنا يا إما إنك أنت جنب الشاشة يا ما جنبها إيمان أيوه بس خلاص الصورة جاياك أبصرفة
طيب ايوه نعم نعم الله عليك. دمنه يا ايمان شايفه قدامك في الشاشه دمنه من صاحب هذه الصوره؟ هو كان رئيس للسودان محمد احمد وقائد عسكري كبير. نعم محمد احمد المحجوب. اقيفي نديك المعلومات قبال لا تلتخي لك اجابه مرقك في بربر اصبري. طيب نديك معلومات عنه. طيب هو كان رئيس للسودان في اخر الخمسينات وهو قائد عسكري كبير. هو منو؟ منو إمام؟ منو؟ إبراهيم عبود. الله عليك. رغم التأخير وشفة إيمان من أخوات الدخل معين صدوق لكن إجابة صحيحة الفريق إبراهيم عبود. طيب يا إيمان يلا عندك 1000 جنيه. أنا ضحكت كيف ما شاء الله الصندوق مرق. إيمان 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 أيوة إيمان أيوة نعم إيمان. نعم الله عليك يا أمه. عاني إيمان اختاري لنا سريعة إيمان يا 6. ستة مشي بالراحة زيك ماشي لي ستة نقول ستة رقم ستة. أصبري أنا إيمان ستة. سؤال يا إيمان السؤال السؤال بيقول شنو يا إيمان اللي لغايته مستعبدين. أيوة. ربنا يعافيه. طيب يلا ركز يا إيمان. قال تعالى في سورة قريش لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف إلى أين كانت تتجه قريش في رحلة الشتاء؟ ماشى وين؟ كانت ماشى وين؟ إلافهم رحلة الشتاء والصيف إلى وين؟ اليمن. اليمن. قول يا إيمان. 2000 2000 2000 2000 إيمان 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 2000. أيوة واسو ربنا إيمان. أيوة إيمان أنت بتجاوبي في طين ماشي كيف أنت تدقدق ولا شنو؟ إيمان عم بتضحك والله كيف لقيت القروش تعبان شوية عندنا في بربر. إيمان إيمان أيوة نعم عليك الله. يعني يا دام سمحتيني ايوه تعرف حتجاوب لنا بعد ان احنا نخلي المسابقه بعد نكفي بنجيب لك قروش. ايمان اختار الرقم. 16. كم؟ 16. 16 على الشاشه. سؤال سؤال يا ايمان يلا ان شاء الله تجاوب بسرعه. طيب سقطت مدينه بارا في يد جيوش المهديه في العام 1883 وذلك على يد الأمير منو؟ الأمير منو؟ الأمير منو يا إيمان؟ نشرب أزول عصيرنا وقهوتنا نامن إيمان تجي عليه مهلتنا يا إخوانا أمشوا بعدها إيمان بتجي بعدين مصورين قفلوا الكاميرات تعالوا بعد شوية. أصبروا لي يا جماعة كان عدينا لها نعيد. 1 2 3 4 5 إيمان 7 8 إيمان 9 بشر فاجئة. معلش يا إيمان تعرف إيمان لما تجي بتلقى الإجابة انتهت ونحن قفلنا الغنى ويجيبوا الشخشخة الزمان دي. إذن هو الأمير عبد الرحمن النجوم بحري الليلة ناس بحري أول مرة يجونا منو ده؟ حرم وقيع الله من بحر حرم حرم. قطعت الصوت قطع علي الله قولوا والله حرم. جيتي حرم جيت يا أبوي. مرحب حرم أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. تقرأي ممكن تعلي الصوت بتاعها شوي؟ يا سلام يا ظريف الله عليك انت والله ما شاء الله ملتزم بالإشارات الصحية بصلعتك دي لكن ما في كلام. طيب حرم ازيك؟ أهلا وسهلا. الله يخليك يا حرم إن شاء الله أنت كويسة. الله يبارك فيك. تمام. حرم أكبر الأماكن الموجودة في بحر ياتو مدينة. أكبر الأماكن ياتو حي هي بحري مدينة كبيرة لكن فيها أكبر حي شنو؟ أكبر حي في بحري؟ أي
والله انا ساكنه حي النصر غايته. عندكم قروش كثيره؟ حرم عندكم قروش؟ حرم اي عندكم قروش؟ لا لا ما عندنا قروش. يسين مكون ولا من ليم؟ والله في حق في كم حق ناس منهم؟ الحظر ده ينتهي. عندكم كم في البيت هسه؟ يعني داير كم كذي. طيب حرم ركزي معانا كويس. طيب انا هنلعب على الشاشه صفرة جت رايك شنو؟ اي تمام يا ولدي. يلا بسم الله. تمام يا ولدي. اذا خالتي حرم نقول اي لا ما في مشكله. اذا خالتنا الحرم مرحب بك. الله يسلمك. الله يكرمك في الدارين. نلعب صفرة جت يا خالتي حرم. اي جدا. يلا بسم الله نبدا. رقمك كم خالتي حرم؟ خمسه. خمسه بسم الله. خمسه خمسه بسم الله. خمسه ها طوال الكمبيوتر اختار واحد. خالتي حرم كم؟ أربعة. أربعة ما في كلام. الكمبيوتر كم؟ خالتي حرم أربعة. الكمبيوتر طوال حيخش معانا. يا سلام خالتي حرم أداك فرصة. سريع سريع ستة. يا خالتي حرم ستة. ستة يا سلام عليك. أول محاولة خالتي حرم من بحر حي النصر تخش طوالي معانا علي شختك بختك. هاي. ما شاء الله. تمام يلا خالتي حرم اختاري لنا رقم. نختار ثمانية. ثمانية 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 ثمانية. سؤال سؤال يا خالتي حرم. ثمانية. طيب سؤال السؤال يا خالتي حرم بيقول في أي سورة وردت آية الكرسي؟ سؤال سهل هدية. البقرة. آية الكرسي وين؟ في البقرة يا أبو. يا سلام عليك. إجابة صحيحة. ألف جنيه. إجابة صحيحة. ألف جنيه يا خالتي حرم. ياخذ كلام جميل. ألف جنيه سورة البقرة فيها آية الكرسي وده كلام صحيح 100%. طيب خالتي حرم رقم ثاني. رقم ثاني 12. 12 يا سلام عليك. 12 سؤال برضو. سؤال قلت لك يا سلام تقول عارف السؤال أنا. طيب خالتي حرم إن شاء الله يكون سؤال سهل. قول يا رب. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. طيب السؤال سهل. أغنية أنا والنجم والمساء للفنان عثمان حسين شاعر منو؟ طبعا عثمان حسين عنده ثنائية مع شاعر معروف. ثنائية مع حسين بازرعي. الله عليك يا خالتي حرم. يا سلام. 2000 جنيه هو حسين بازرعي. يا سلام عليك يا أخي. طيب انت ماشية كويس. نختاري غاح سريع أجوبة واثقة من نفسها. آية الكرسي وحسين بازرعي. طيب كم؟ أكيد أربعة. أربعة. الجوكر. إن شاء الله يكون الجوكر. عادي يلا الجوكر. صوت. صوت الجوكر جايك. الجوكر كم ما جاك نجيبه لك. طيب 2000 جنيه نسمع الصوت وتورينا الصوت. يلا بسم الله الصوت جاهز. واحد اثنين. الصوت صوت منو يا خالتي حرم؟ والله يا ولدي بعرفه. اها وهو اصلا معليش يعني قاعد له في كرسي هو. يا سلام. والله دي تعتبر اجابه صحيحه. اي والله انا هي كده وصفت وصف دقيق لكن الاسم. طيب واد منو؟ واد منو اسمه؟ نعم واد منو؟ واد منو؟ اي دقيقه المحاميد ولا المساعيد؟ ها المساعيد ولا المحاميد؟ المساعيد. الله عليك. يا سلام. 3000 جنيه تحيه للفنان الجميل ود المساعيد بهذا الاداء الراغي المرسل. طيب ها يا مريسيل يا اخي ده كلام جميل. كم؟ 10 يا ابوي. 10 يا امي. ان شاء الله تجيك الهديه. عادي الله. سؤال سؤال وانت معاك 3000 جنيه وخاشين على 4. قول يا رب. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. يلا. طيب جزء قد سمع هو الجزء رقم كم؟ قد سمع جزء رقم كم؟ 28. قول 4000 جنيه. يا سلام يا سلام يا سلام.
يا سلام يا خالتي حرم، والله أجمل وأحلى متسابقة الليلة مرة علينا. رفعت المود الحلقة، والمخرج ابتسم ووزع كمامات ودار يدينا معقمات في عرباتنا وبنزين، لكن من الطرمبة ما بيعوا عشان ما يقبضوا. طيب خالتي حرم 4000 جنيه، الأرقام موجودة على الشاشة، وإن شاء الله خاشي على 5000 جنيه هدية. قول يا رب. 14 14 14 صورة صورة تمام إن شاء الله تكون سهلة يا رب، إن شاء الله تكون سهلة يا خالتي حرم. قول يا رب. إن شاء الله يا رب يا رب. عندنا 4000 جنيه في انتظار الصورة، الصورة حجينا على الشاشة. يلا بسم الله. طيب من هو صاحب هذه الصورة؟ يلا هو كان من قيادات انقلاب مايو 69 وكان وزير دفاع. منو المعلومة ما سمعتها؟ قلت لك كان من قيادات انقلاب مايو 69 وكان وزير دفاع. كان وزير دفاع خالد. اي في مايو 69 عمل انقلاب شهير. خالد لا دقيقة خالد منو؟ عمل انقلاب شهير. ها خالد منو؟ انت ماشي صح. انقلاب شهير. ها حاتم، حاتم العطا. لا انت بديتي بيا خالد، بديتي بيا خالد. خالد حسن عباس. يا سلام خالد حسن عباس. الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله. يا خالد الحرم، انت عاصرتي الفتره دي ولا ما عاصرتيها؟ والله عاد ما بكذب عليك، كنت صغيره الزمن ده. يا صغيره كنت قدرنا كده. لا كنت طيب شكرا شكرا يا خالد الحرم. 5000 جنيه الان في جيبك، وان شاء الله تصل الى 6000 جنيه. قول يا رب. انت يا رب يا رب. يلا عندنا 9 13 17 18 19 ان شاء الله يا رب. الجوكر يا رب العالمين. يا رب الجوكر يا رب يا رب. في 18 18 18 سؤال 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 خير. 5000 جنيه ممكن تبقى 6 وتمشي ل 7 و 8. طيب اول تنظيم سياسي سوداني ظهر في العهد الاستعماري في العام 1920 هو؟ طيب 1920 في جسم سياسي ظهر وكان منظم وكان تنظيم لجسم سياسي ومهد لثورة 24 بتاعت اللواء الابيض. مؤتمر الخريجين. الله مع الفرطة. الله معلش للأسف إجابة غلط. معلش 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 هي جمعية الاتحاد السودان، أول جسم كان في العام 1920. إذن خالتي حرم كانت أجمل وأروع المتسابقين لحد دلوقتي. 5000 جنيه، إجابات كانت متميزة وأداء كان متميز جدا. نحن بذات التميز وبذات الكيفية وبذات الروعة وبذات الرتم والمود العالي حنطلع فاصل ونرجع راجعين تاني 10 في 10. جهزوا نفسكم ناس السوشيال ميديا. من جديد في آخر فقرة من فقرات مسابقتكم صبرقت، وحنلعب مع ناس السوشيال ميديا 10 في 10. زي ما قلنا 10 في 10. بنذكر كل يوم هي بيختار الكمبيوتر اختيار عشوائي، ولد 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 وبيت بيت وبيت، أيا كان الناس اللي ممكن نختارهم مسابقين. الحيفوز معانا حياخد 10000 جنيه مقدمة من شركة كوفتي. إذا نحن متواصلين معكم في انتظار المسابقين. زي ما قلنا ضربة هنا ضربة هنا، شوطة هنا شوطة هنا، جون هنا جون هنا. نحن متواصلين معاكم وفي انتظار جايين اللي حيكونوا معنا. إذن السادة المشاهدين في انتظار المتسابق الأول والمتسابق الثاني. زي ما بنقول نحن كل فترة إنه يا أخواننا الكورونا مرض فتاك، مرض صعب، انتشاره قاتل وانتشاره سريع وبينتشر زي ما النار في الهشيم. طيب أجهز معنا منو يا أخواننا؟ الكمبيوتر اختار لنا ناس النيل الابيض. ارشاد ارشاد اختار اختار له ارشاد. الو السلام عليكم. ارشاد الو everybody here. الو الو السلام عليكم. ارشاد عليكم السلام، كيف؟
تمام والله اخباركم؟ نحن مبسوطين جدا يا ارشاد، انت ماشي معانا بايقاع متميز، هتقومي تلعبي معانا 10 ب 10. حالتنا قلنا الايقاع كويس ارشاد؟ نعم ايوه معاك. انت لما معاي ردي لي عشان انا عارف القاعده احتمال مشيتي. لا لا معاك معاك تمام. منو؟ اذا يا ارشاد حيلعب معاك عمر من ام درمان. ارشاد ايوه معاك يا جلوه. تقول لي ايوه لكن ما بتتكلمي. سامعك عشان عايز اسمع. طيب ارشاد ممكن تقومي تقفلي صوت التلفزيون وتعايري في الشاشه بس؟ خلاص تمام. خلاص يا ما شاء الله ربنا يوفقك. عمر اسمع رمضان ايوه كيف يا؟ تمام والله الامور ظابطه؟ ظابطه والله. اهكت منا في البيت ولا متخارجين برا ولا كيف؟ والله صابيننا في البيت. صابيننا عادل؟ عادل يا زول وين في مدرمان يا عمر؟ الفتحاب. الفتحاب يا زول الفتحاب ما في كلام. طيب يا عمر ايوه انت جاهز؟ جاهز ما في مجاملات يا عمر الليله. الحكم ناشف بنحسب طوالي 10 ثواني. اتفقنا؟ اتفقنا. ارشاد ايوه معاك. جا عمر اقفل تلفزيونك، ارشاد اقفل تلفزيونك، حنبدا بعد شويه. انتوا جاهزين الاثنين بصوت واحد؟ جاهزين ولا لا؟ باذن الله جاهزين. جاهزين ارشاد جاهزه؟ جاهزه. يلا بسم الله نبدا مع عمر من ام درمان الفتيحة. عمر ايوه. افريقيا الوسطى من دول جوار السودان، كلام ده صح ولا لا؟ الزمن شغال. صح صح في المرمى، هدف اول الله عليك عمر، اجابه صحيحه وفي الشبكه، العارس بيزاويه الكره بزاويه. ارشاد نعم ايوه. الشاعوب من ادوات الزراعه، يقوم بجمع المحاصيل بعد الحصاد وادخالها الدارس. الدراس؟ عم مكتوبه غلط. الدراس خطا ولا لا؟ خطا ولا صح؟ صح صح. قول يا سلام، بدايه حلوه. عمر هدف، ارشاد هدف، متعادلين. عمر ايوه. طيب القمر مضيء ذاتيا صح ولا لا؟ خطأ. إجابة في المرمى جول. القمر ليس مضيء ذاتيا، القمر ليس مضيء ذاتيا، كلام صح. طيب إرشاد نعم ايوه. حافظ عبد الرحمن هو احد اشهر الموسيقيين السودانيين ويعزف على آلة الفلوت، كلام ده خطأ ولا صح؟ صح. جول. تعادل تعادل. ارشاد هدفين، عمر هدفين، المسابقه مولعه والملعب يغلي كالمرجل. يلا يلا يا عمر. منتجع بمنطقه جبال البحر الاحمر اسمه شنو المنتجع؟ ما الزمن شغال؟ الزمن شبده شبده. أركويت أركويت، معلش يا عمر مرقت. أركويت والكورة في الأوت يا عمر، خليك سريع يا عمر لأنه بتبقي فرصتك يا 10 ثواني بس. إرشاد نعم أيوة. من هو النادي الفائز بأول بطولة لدوري السيدات العام الماضي يا تنادي؟ فلاوت. الدفاع الدفاع اول فريق، اذا برضو تعادل. ارشاد ضيعت، عمر ضيع السؤال لعمر. عمر ايوه اي والله عليك. المنطقه التي شيد سد مروي عليها تعرف بمنطقه شنو؟ الرقيص ده كله مع الثواني. فلاوت يا عمر. هي الحامداب. فلاوت يا عمر. فلاوت فلاوت لعبه في الاوت، بطيئين بطء شديد. ايوه ارشاد 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 يا بنت ارشاد ارشاد. كتلوه ولا شنو؟ قاعده ولا مرقت؟ دي كان مرقت الليله.
جيبوها مره المحظورات. رجعوا ارشاد، رجعوا ارشاد، اول مره زول يجي مارك. عمر ايوه ارشاد خافت مرقت. ايوه حقيبه وضعك شنو؟ نديك العشرة. ايوه لو ما لو ما رجعت ارشاد بنديك لا، لكن بنحاول نرجعها عشان نمغزك الليله. الفتحاء فيها حركه عاديه ولا الناس نايمين عند اهلهم؟ والله حركه عاديه عاديه، ظاهر ركشات تا الناس عايشه حياتها. صح يا عمر؟ عمر مرق برضه؟ عمر ايوه مركز معانا؟ مركز يعني. ارشاد لو جات انت في فتيل، لو ما جات الفتيل نحن ان شاء الله. ما تجي ممكن صراحه يا جماعه اسك ارشاد ما جات، نعمل تصويت الساده المشاهدين اسي لو ارشاد ما جات نعمل لها شنو؟ الشبكه كعبه وقطعت. اها نعمل شنو؟ نرجع عليها ولا نسوي شنو؟ ولا نقول واس وربنا؟ ولا نعيد المسابقه من الاول والزمن انتهى؟ الليله يوم الليله ده يوم بره، اول مره تحصل لنا الحاجات دي. ده احكي لكم قصه من القصص اللي حصلت لنا زمان نحن في حياتنا. مره انا كنت ماشي وبعمل لي في مسابقه، فجاه كده ارشاداتنا عن الكورونا كانت زمان، لكن هسه تلفونه قفل ارشاد لانه بطاريته ضعيفه ولا من الشبكه. المهم يوم كنت شغال لي مسابقه، ويلا المسابقه دي قالوا لي فيها حيلعبوا نفرين، واحد فيهم كان من النيل الابيض، تلفوناته بتقفل سريع خلاص، فقفل التلفون ارشاد. بعد ذاك عمر بقى منتظر وراجي ارشاد، ونحن هسه في ورطه، يا ندي عمر القروش ونمرق نفسنا من القصه دي، يا نقوم نحن نرجع. خلونا نتونس براي مع الاستاذ مجاهدين ونرجع لعمر. امشي لعمر. عمر ايوه قصتي دي رايك فيها شنو؟ بايخه؟ الله رايك فيها مقبول يا جماعه. هاي ارشاد تلفونه قفل، الوضع شنو يا عمر؟ تلفونه قفل حق هلا هذا الوش. هاي نعمل ديل ما في زول سامعنا. عمر ايوه انت خمسه وانا خمسه. نتلاقى تحت الكوبري. ها تعال والله شفت اللفه بتاعت المهندسين، انا بقف لك هناك. تعال براك ما تجي معك نفر ناس كتار. لا لا ما الحظر ده ما قاعد نطلع. شنو يا اخي المحنك ده ما بياكل معك كيف؟ ما انا خمسه وانت خمسه. خلاص شيل سته ادينا اربعه. تسعه واحد ممكن. كم تسعه واحد ليه يا اخي؟ عليك الله يا اخي. تسعه واحد كده ما بتدخلنا في فتيل. انا هسه اجي من الغنا لحد الفتيحه بتدينا 1000 جنيه. نجيبها وين؟ ارشاد جات يا عمر وكيتن عليك. اها ارشاد ايوه معاك. انت مشيت وين يا امه؟ والله تلفوني فول البطاريه ملانه سبحان الله، لكن احنا الشبكه ما ملانه. ارشاد لا لازم تملوها. السؤال عندك، من هو رئيس حزب المؤتمر السوداني الحالي؟ رئيس منو؟ العادة شغالة يا ارشاد. تنتصر السنبلة على ساعه. خالد عمر. خالد عمر. ها خالد عمر. الله عليك. اوت جيت لي من هنا جايه خلاص نظام خالد. البطاريه مليانه. ده عمر الدقير يا اخو. وتنتصر السنبله على اسراب الجراد. عمر يا عمر متى تاسست منظمه الوحده الافريقيه؟ سنه كم؟ العداد شغال يا عمر. اوه عمر في لاوت. 1963. يلا يا ارشاد. نعم ايوه معاك. جاتك الفرصه لحد عندك. طيب من هو ابو الطب؟ ابو الطب منو؟ ابو الطب. هاي ابو الطب. ابو الطب. سبعه سته خمسة. ما في مساعدات يا جلواد؟ ما في سيم انا. ارا في الاوت. في الاوت. ابو الطب هو يا جماعه ابو قراط. ابو قراط هو ابو الطب. طيب عمر. عمر ايوه احد انديه مدينه سنجا وممثل طائره، النادي ده منو؟ دياته نادي العداد حيجيك هسه يا عمر. بدا ثواني شغاله. ما في خيارات؟ خيارات ما في ولا اوت. هو نادي النهضه بتاع سنجا اللي بيمثل المدينه في الكره الطايره. ما في خيارات يا جماعه، ما في مساعده، والعداد ما بيرحمك كلها 11 ثانيه. طيب اي يا جلواك ما تساعدونا؟ والله عندنا ناس هنا تحت تقول قولوا دافعيننا هون. ارح
احد اعضاء الحزب الشيوعي ووزيرا لشؤون الجنوب بحكومة مايو اعدم عقب انقلاب هاشم العطا 1969 دمنو العداد. اهي يا جلوك ما في مساعدة ما تساعدني شوية؟ قلنا ما في، عملي بطارتك وراسك وقول السؤال. يلا يا ارشاد. ارشاد اسمك زي الوزارة ارشاد. يا ارشاد هو جوزيف قرن. تمام. طيب يا عمر اجابات كلها الليلة غلط. من هو مكتشف قانون الجاذبية؟ قانون الجاذبية اللي اكتشفه من يا عمر؟ نيوتن. يا سلام في المرمقون. سؤال هدية، اللعبة هدية، الكورة في المرمى، حارس ما في. طيب إرشاد. أيوة معاك. أديني سؤال سهل، ما لك سؤال صعب كده؟ جاي عندك سؤال سهل كده. أصبري أصبري يا إرشاد. من أي نوع من الحيوانات يتم استخراج العنبر؟ العنبر ده بيطلعوه من حيوان، جاتوا حيوان. من الأسماك؟ والله قربتي، لكن هو الحوت. الحوت 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 بعد ما فات الحوت الليلة بيبلعك الحوت ده كان. طيب عمر. أيوة. إحدى الآفات التي تهلك أو تهلك الزرع ورد ذكرها في سورة الأعراف. ها الجراد. سلام في المرمقون. الجراد يا عمر. الجراد الجراد الجراد. يلا يا إرشاد. أيوة معاك معاك يا جلوان. من هو العالم العربي الذي اكتشف نظرية العدسات المكبرة أو المكبرة؟ ما في الليلة مساعدة يا جلوك. الليلة أجلتكم ما صعبة كده؟ ما صعبة كده، لكن داير زول قال العدسات المكبرة المكبرة يكون زي كده. أديني الاسم الأول ولا الثاني؟ ده ابن منو؟ ابن منو؟ ابن النفيس؟ ولا ابن النفيس، هو ابن الهيثم في الأود. معلش. يلا يا عمر. أيوة. أنت ماشي كويس. من هو الهندي الذي ترأس لجنة انتخابات الحكم الذاتي 1953؟ ده منو ده يا جماعة؟ هنبدأ العداد ولا لسه؟ أيوة. عفوا الرقم الذي طلبته. هو سوكومار سين. سوكومار سين. طيب إرشاد. طيب آخر سؤال لعمر. عمر إحدى دول جنوب القارة الإفريقية كانت تعرف في العهد الاستعماري ب أيوة استغلت أو استغلت في العام 1964. نيوزيلاند. نيوزيلاند نيوزيلاند نيوزيلاند. عمر. عمر بلاوي. عمر وإرشاد. إرشاد طلعت يا جماعة لأنه تلفونها قفل، وكذا كذا عمليا هو عمر هو الفائز معنا بهذه المسابقة المقدمة من شركة كوفتي. إذن شكرا عمر وشكرا إرشاد على هذا الجمال، رغم أنكم كنتوا بطيئين. الحكم الليلة صعب شوية، حلقة كانت شوية كده مختلفة، فيها ناس يتواصلوا فيها ناس يتصلوا. نحن بنقول لكل الناس حنتواصل مع أي زول أي إنسان يتواصل معنا في هذه المسابقة هو ضيف عزيز كريم علينا. الكورونا لا تفرق بين أحد واحد، وولاية ولاية، ودين ودين، وشكل وشكل، وجنس وجنس، ولكنها تعرف فقط الذي يلتزم. خليكم ملتزمين وقاعدين في بيوتكم. ربنا يديكم الصحة والعافية. مسابقتنا اللي انتهت، لو بكرة بإذن الله ربنا أحيانا حنجي، وإن شاء الله دائما تعملوا ملمومين. صحتك صحة بلد. تحياتي، إلى اللقاء، حتى غداً.